السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد إن إحنا محتاجين برنامج للإنتي Artificial Intelligence. عايزين بدل ما أنت فيروس للفيروسات، لا إحنا عايزين بقى حاجة تكشف لي إن ده استخدام سيء للذكاء الاصطناعي. وأنا هنا مش بتكلم على إن حد استعمل بالذكاء الاصطناعي إن هو يكتب له مقال أو بحث أو لا، ده مجال تاني. لكن حاليا اصبح في حاجات بتغير وشك وتغير صوتك وتغير كل حاجه في نفس اللحظه، فيبقى عندك مكالمه فيديو واللي بيكلمك ده ممكن يكون واحد مثلا ما بعرفش عربي واسيوي وبيكلمك على ان هو اختك او والدتك او حاجه من دول، وبنفس الصوت ونفس الشكل ونفس كل حاجه، فاللي هو الديب فيك او التزييف العميق. طب ايه الحل؟ لازم يكون في برنامج كده ايه في الخلفيه، لما يلاقي في حاجه خطا ينبهني يقول لي خلي بالك المكالمه دي مشكوك فيها، سواء بقى انها من رقم مختلف، سواء ان هو في بصمه للادوات ديت. لكن فعلا الحاجات دي لو في حد مبرمج شاطر وركز عليها ممكن يعمل برنامج حسابه كتير جدا. برنامج موجود معاك على الموبايل، موجود على الكمبيوتر، كل حاجه. لما يكون في استخدام خاطئ للتكنولوجيا يديني تنبيه، لو جات لي رساله يعني زي الجيميل كده، ساعات بتيجي رسائل فهو بيفلترها ويقول ده دي فيروسات ويحطها على جنب، او يقول انها فيك او ان دي حاجه مش حقيقيه او خطا او سبام ويحطها على جنب. احنا عايزين بقى برده كده، لو جات لك مكالمه سواء صوت مثلا ولكن هي مزيفه، فيديو، سواء اي حاجه فيها ان الشخصيه دي شخصيه منتحله، شخصيه غير حقيقيه، يبدا ان هو يديني الارم خلي بالك ان المكالمه دي فيها مشاكل. لان الموضوع ده حصل كتير، في واحد لقى صديق لي بيكلمه وبيتكلم مع فيديو، وفي الاخر خالص قال له انا محتاج فلوس كام يوم اداهم لي، وخد منه مبلغ ضخم، ولما قابله في الشارع قال له لا انا ما حصلش، فتاكد ان هم ضحيه نصب. وفي واحده لقيت حد بيتصل بيها وصوت ابنها بيقول انا عايز فلوس ومبلغ كبير، فرحت البنك، فالراجل قال لا استني على اساس ان الموضوع ده اتكرر وطلع نصب كتير، فنتصل بالبوليس نتاكد الاول قبل ما نسحب الفلوس. بيتاكدوا واكتشفوا ان الموضوع ده نصب. فلذلك يا ريت اتوقع ان شاء الله اتنبأ بان قريب هيبقى فيه يعني مضاد للاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي، لان الموضوع اصبح خطير جدا. لو انت مثلا بتتفرج على فيديو، ممكن الفيديو ده يعني يسقط حد في الانتخابات، ممكن مثلا رئيس جمهورية يطلع فيديو فيك لكن نفس الدو ان هو بياخد رشوة، ان هو في حاجة اخلاقية، ان هو في كذا كذا كذا، يروح حصل له الناس كلها فضت عنه، وبعد الانتخابات اكتشفوا ان الفيديو ده حد زوره وعنده 10 سنين ولا حاجة في بلد تانية كان بيهزر يعني. فالموضوع خطير، فالمفروض بقى اول ما اجي على الفيديو ده يجيلي كده حواليه هل حمراء خلي بالك ان الفيديو ده مشتبه فيه ان هو يكون مزيف. احنا شفنا فيديوهات وحتى ظهرت بعض القنوات الاعلامية الكبيرة، القنوات الفضائية حطت فيديوهات واكتشفت بعد كده انها مزيفة وغير حقيقية. فياريت نلاقي في اقرب فرصة حاجة تكتشف لنا ديتكشن ان الحاجة دي مزيفة او تم التلاعب فيها.